يعني عايز كمان اسالك عن مشكله يعني بعض ساكني الدايره، ربما سمعنا الناس بتتكلم عن الفساد الاداري، انه بيطول بعض الاماكن الموجوده، ده بيعطل مصالح الناس نوعا ما، تعامل الناس مع المرافق المختلفه والوزارات المختلفه داخل دائره منوف ومحافظه المنوفيه. يعني خلينا برضو نسمع من حد عن الاستاذ سيد محمد. استاذ محمد، نسمع منك عن يعني مشكله الفساد الاداري. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمشكلة الفساد الإداري ده يعني تعبانين احنا منهم قوي، تعبانين مش عارفين نمشي مصالح، مش عارفين نعمل أي حاجة، بنعمل الحاجة دي إما يعني بطريقة غير يعني مش محترمة. فاحنا عايزين يكون فيه يعني نظام أحسن من كده. احنا خلاص اتغيرنا، احنا دلوقتي في عهد الرئيس السيسي، يعني المفروض إن كل الوحدات المحلية إن هي يعني تسيبها بقى من الروتين ومن الحاجات اللي ملهاش لازمه. احنا عايزين نتقدم لقدام، لان البلد دلوقتي الاقتصاد بتاعها ضعيف. فاحنا عايزين بالمشاركه ونبقى كلنا يد واحده، ان شاء الله هننتصر على الحاجات دي باذن الله وربنا. والادراج عامل ايه يا استاذ محمد؟ الادراج مفتوح. طب الحمد لله. الادراج حضرتك مفتوح. طمنتنا. ما احنا عايزين الادراج تتقفل، ما الادراج لو اتقفلت احنا هننهار، لكن طالما مفتوحه كده مش هنعرف نعمل اي حاجه خالص. يعني طبعا واحدة من أهم المشاكل هي مشكلة التردي الإداري أو الفساد الإداري الموجود في بعض قطاعات الدولة. يعني خلينا أسمع برضو من الأستاذ أمير رأيه عن تشديد الرقابة على بعض دور الدولة والخدمات والمرافق داخل مركز منوف ومحافظة المنوفية بشكل عام. هو حضرتك المجلس اللي جاي ده ان شاء الله بالتوليفة اللي احنا شفناها في المرحلة الاولى ما هوش مجلس بتاع حد، ده مجلس بتاع الدولة، هيبقى غرضه الاساسي خدمة البلد. فهو احنا شايفين النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شغال لوحده في البلد، بيحارب لوحده وشغال جندي ومدافع وقائد طائرة، كل حاجة لوحده. لا، احنا ان شاء رب العالمين مع المجلس اللي جاي ده ويليه مباشرة المحليات اللي جاية نقدر ان احنا نقضي على الفساد دوت. بس الفساد اللي عندنا في مصر متغلغل في البلاد، فما نقدرش ان احنا يتشال في سنة او في سنتين، ده محتاج وقت كبير جدا. ان احنا لازم نحاول ان احنا نقضي على الفساد ده ونقضي على المنظومة دي كلها، ده محتاج ناس الاول. خلي بال حضرتك برضو الفساد منقسم لشقين، اللي بيفتح الدرج زي ما حضرتك قلت واللي بيحط في الدرج. احيانا اللي بيحط في الدرج مش مطالب ان هو يحط في الدرج، ولكن هو بيدفعها كده فاصبحت ان هي رشوة او ان هي بقت مقننة عند صاحب الدرج فبقى يفتح الدرج عشانها. لا، احنا بنقول ان شاء رب العالمين بالمجلس اللي جاي ده وبالمحليات اللي جاية دي نبدأ صفحة جديدة، نبدأ نمسح ونقطة ومن اول السطر تاني بالنسبة لكل الحاجات دي. يعني قبل ان نستكمل حوارنا بنخرج الى فاصل، نستمع الى عدد من المشكلات من ابناء دائرة مركز منوف قبل مزيد من التفاصيل عن مشاكل هذه الدائرة. مشاكل القرية متمثلة في عملية الصرف الصحي، وده مشكلة مزمنة في القرية بالذات، ان احنا خصصنا قطعة ارض قيمة عليها المحطة الرئيسية اللي بتربط اربع قرى اللي هم بتوع